السلام عليكم، يوم معلم سعيد لكم زملائي المعلمين. في يومنا هذا نتمنى أن ينعم العالم بالصحة والسلامة، وأن يعمه العدل والسلام، وأن نتخلص من الفقر والظلم والعنصرية. زملائي، نستطيع تحويل هذه الجائحة إلى فرصة جديدة، فهذه الأزمة بداية لتغيير حقيقي إذا أحسننا استثمارها، لنربي أجيالاً جديدة تؤمن بالقيم الإنسانية والعدالة، وقادة مستقبليين يرفضون الظلم. فخورة بكم جميعاً، تحققون المعجزات وتقومون بأعمال استثنائية في مواجهة كوفيد-19. نعيش بسبب هذا الفيروس أزمة غير اعتيادية، انعكست آثارها على جميع جوانب الحياة، ولم ينجو التعليم منها، وكان من أكثر القطاعات تأثراً. في ظل الإغلاق للمدارس والجامعات، كان هناك محاولات مختلفة لاستمرارية عملية التعليم، انصب التركيز على الاستفادة من بعض التطبيقات التكنولوجية. محاولات لإدماج جميع أطراف العملية التعليمية في برامج التعليم عن بعد، اتخاذ تدابير تضمن انتفاع جميع المتعلمين ومن ضمنهم منخفضي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة بهذه البرامج في ضوء الإمكانات المتاحة، ورغم ذلك لم تتحقق العدالة. تقنيات التعليم عن بعد مهما اختلفت أشكالها وأنواعها هي داعمة للتعليم وليست بديلاً عن التعليم الوجاهي. تعرض المعلم لضغط هائل، الوضع الصحي، النفسي، احتياجات تدريبية على استخدام بعض تقنيات التعليم عن بعد، وقت مضاعف لتصميم الحصص والأنشطة التعليمية، التركيز على استمرارية تفاعل المتعلم ومشاركته في تصميم معرفته الخاصة وتحمل مسؤولية تعلمه. الأزمة فرضت تحولات كثيرة وتغير في الأدوار، ضرورات ومستجدات تتطلب الكثير، فالمرونة والتكيف ومنح الجانبين الذهني والنفسي الاهتمام الذي يتوافق وأهمية كل منهما. إن المجتمعات التي تقدمت في التاريخ واستطاعت تجاوز أزماتها وظفت إمكانيات مضاعفة لإسناد نظم التعليم فيها، وخاصة ما يتعلق بالمعلمين. إن الاهتمام بالمعلم يجب أن يكون أولوية لدى النظم السياسية في كل الظروف، وبالقدر ذاته الذي فيه اهتمام بتطور بشكل عام واهتمام خاص بتطوير قدرات المعلمين ليكون مستعدا للتعامل مع أي نوع من الأزمات. ولا يمكننا تجاهل رواتب المعلمين، ولا أعرف إلى متى ستبقى دون المستوى الذي يضمن للمعلمين العيش حياة كريمة. التضامن الداخلي بين المعلمين مهم جدا، فعليهم التحرك دون انتظار أحد من خلال الاتحادات والنقابات لتشكيل مجموعات ليتواصلوا معها لتطوير أنشطة مشتركة ولتقليل من حدة تداعيات الظرف الراهن أو أي ظرف مستقبلي. كان اتحاد المعلمين الفلسطيني مبادرا من خلال تنظيم دورات تدريبية حسب متطلبات الأزمة. كحنان الحروب اتجهته خلال الأزمة للجانب الإنساني بدعم أسر فقيرة، وحاولت شحذ الهمم وتحفيز زملائي من خلال الندوات كمنظمة لهذه الندوات أو كمشاركة فيها. بالنسبة لطلابي، وكأني كنت أعدهم لمثل هكذا أزمة، وعي وقدرة على التكيف. شعرت بسعادة غامرة عندما علمت بأنهم يمارسون الألعاب والأنشطة التي تعلموها في صفهم الدراسي مع عائلاتهم. ظهرت فوائد دمج الرياضة والفن في الأنشطة الخاصة بكل مادة دراسية، ومدى مساهمة تلك الأنشطة في امتلاكهم مهارات لتجاوز الأزمة وتحرير أنفسهم من الخوف والقلق والتعبير عما يدور في أذهانهم، فكان تفريغ فوري من المشاعر السلبية ورواسب هذه الجائحة التي كانت سبب في قضاء الأطفال معظم أوقاتهم على التلفاز، الحاسوب، الهواتف المحمولة، إلى جانب حرمانهم من اللعب مع أقرانهم. نلعب ونتعلم كانت حاضرة عن بعد، رغم أننا افتقدنا التفاعل في صفنا الدراسي، ولكننا اختبرنا تجربة جديدة معا أثناء التعلم عن بعد، وشراكة مميزة مع الأسرة التي أصبحت وسيطا ما بيننا. أخيرا، أؤكد على أهمية ثقة المعلم بنفسه وبخبراته المهنية ومساندة المجتمع له في مساعدة طلابه لتجاوز الظروف الطارئة والأزمات. المعلم أساس المجتمعات. اتحادات ونقابات المعلمين أداة ورافعة للمنظومة التربوية والتعليمية. جميعنا شركاء في المسؤولية. كل عام وأنتم بخير. حماكم الله.